السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، تحية مجددة لكم. اليوم موضوعنا الإكثار من الفراولة، كيف نكثر من الفراولة، الطرق السهلة والبسيطة والتي هي في متناول الجميع، يعني حتى المبتدئ وحتى المحترف، طرق رائعة جدا للإكثار من الفراولة. هناك أقترح عليكم انطلاقا من تجربتي، اقترحت عليكم 3 طرق جيدة ورائعة. الطريقة الأولى هي الإكثار انطلاقا من البذور، وهذه الطريقة معروفة. البذور كيف نحصل عليها؟ نحصل عليها بطريقتين. الطريقة الأولى أننا نأخذ ثمرة الفراولة، يعني ثمرة اقتنيناها للاستهلاك، هي تلك النقط السوداء التي نراها يعني حول الثمرة، نقوم أخذ سكين حاد، ثم نأخذ قشرة خارجية، وبها يعني تلك الحبيبات ملتصقة، ثم نضعها في شمس مغربلة. كيف ذلك؟ يعني في الهواء الطلق وفي شمس مغربلة. كيف الشمس المغربلة؟ يعني تحت ما يعرف بالروكلين، هذا الشباك، يعني الشباك الزراعي أو ما يعرف بالشاش الزراعي، نضعها في شمس مغربلة لتجف، يعني وفي الهواء الطلق حتى لا تتعفن، ونحصل على بذور فراولة. سأعطيكم مثل، هذا مثال للبذور التي استخلصتها من ثمرة الفراولة، ثمرة جيدة مختارة. الذي يميز هذه البذور هو أن بها قشور، يعني ما تبقى من قشور ثمرة الفراولة، وهذا لا يضر في شيء، يعني هذه القشور لا تضر في شيء، لأن ربما أحدكم سيرى يعني البذور التي تأتي من المتاجر تكون نظيفة ونقية من هذه الشوائب، ويعتقد بأن هذا سيفسد هذه البذور. لا علاقة، إذن هذه بذور استخلصتها بيدي من ثمرة، اخترتها حسب لونها وحجمها، وتستخير الله في ذلك، قد تكون بذور جيدة وتنجح. هذا نوع ثاني من البذور، يعني بذور حصلنا عليه عن طريق التسوق، والتسوق يكون صنفين، التسوق المحلي مثلا أو الجهوي، وكذلك يكون التسوق عبر الانترنت. هذا نموذج لبذور حصلنا عليها عبر الانترنت، فهي نظيفة ليست بها القشور التي رأيتم. سأضعها في الصحن. إذن لاحظوا معي، هذه بذور مقتناة يعني من المتاجر المتخصصة، فهي كذلك يعني تستخر ربك، لأن قد تكون من النوع الجيد، وفي الغالب تكون من النوع الجيد، وأحيانا لسوء الحظ تجدها غير صالحة. من هذه بذور حصلنا عليها عبر التسوق، سواء محلي أو إلكتروني. طريقة الزرع، وهو أننا نأخذ تربة مكونة من عنصرين أساسيين، هناك بيتموس وهناك رمل خشن. هذا الرمل لابد أن نتأكد جيدا من أنه خالي من الملح، يعني رمل البحر لا يصلح ولو غسلته 20 مرة، يعني رمل الأنهار العذبة مثلا أو الأودية العذبة ممكن، أو نستعمل يعني البيرلايت هو يعطي المسامية لهذه التربة وهو معروف. أطلعكم على طريقة الزراعة، هذه زرعتها منذ أسبوعين تقريبا، يعني لاحظوا زرعتها هنا ونحن ننتظر إن شاء الله أن تنبت، يعني نفس الطريقة نفس، لم يظهر بعض أثار للإنبات. أين سنضعها؟ سنضعها في مكان يعني شمس مغربلة كذلك، يعني شبه مظلل، لا بد أن نلجأ مثلا إلى الشبك الزراعي
لتصفية أو لغربلة الشمس لمثل هذه العمليات. بعد شهرين على الأقل أو أكثر نحصل على هذه النتيجة. هذه أزيد من شهرين نحصل على هذه النتيجة، يعني فراولة نابتة وجيدة. بعد هذا نقوم بأخذ هذه الشتلات ونزرعها متفردة على هذا الشكل. لاحظوا معي، نزرعها متفردة على هذا الشكل. إذن هذا النوع الأول، الزراعة من البذور. ثانيا الزراعة من المدادات. ماذا تعني المدادات؟ المدادات بمعنى أن هذه فراولة شتلة أم، هذه أم تقوم بإنبات مدادات، هذه مدادات تنبتها، يعني هذه، شوف هذا الخيط خارج من هذه الشتلة الأم، وهنا أعطانا شتلة جديدة، وهذه الشتلة أعطت مدادة جديدة، هذه المدادة أعطتنا شتلة جديدة، وها هي المدادة الأخرى، يعني اللهم بارك، هذه مدادة أخرى يعني في طريقها إلى إنبات شتلة جديدة. يعني مثلا هذا النموذج، هذه الأم أعطت واحدة اثنين، والثالثة لا زالت يعني قريبا إن شاء الله ثلاثة، وربما ستعطي أكثر. عدد الشتلات التي نحصل عليها من المدادات لا يزيد على 20 أو 30. هنا نموذج آخر، يعني نفس، سنأخذ هذه، قمنا بانتزاعها، لو لاحظتم انتزعتها وبها جذور، بها جذور، لاحظوا الشبكة الجذرية رائعة جدا. سأعيدها ولا خوف عليها لأنها ملتصقة بالأم، لن تذبل هكذا. الآن سأزرع هذه، يعني هذه جديدة سأزرعها. كيف ذلك؟ أقوم بالأصبع، يعني وضع حفرة صغيرة ثم أضع عليها قليل من التراب هكذا. سأحصل على، في أقل من أسبوع ستتجدر. إذن هذه هي، هذا عبارة عن سيستم يعني متشابك متواصل مع بعضه البعض، وهذا السيستم سيستمر في النمو، بمعنى أن عدد الشتلات سيزداد وسيفوق 20 إن شاء الله. الطريقة الثالثة والأخيرة التي اشتغلت عليها، سأعطيكم هنا نموذج. هذه نبتة فراولة. هذه النبتة حينما تنضج وتنمو أكثر فهي تخرج من جنباتها، تخرج نبتات أخرى، خلفات أخرى من الجانب، قد تصل 4-5 خلفات. هذه الخلفة، هذه الوسطى هي الأم، يعني من بعد ممكن أن تخرج نبتات أخرى من جانبها. سنقوم آنذاك بعملية ما يسمى بعملية التفصيص أو التجزيء، يعني ننزع هذه الشتلة من الوعاء ونقوم بعزل هذه الشتلات أو هذه النتوءات أو الفروع الجديدة، نقوم بعزلها واحدة عن الأخرى. ربما سنجد اثنتان نحصل على اثنتين، ثلاثة نحصل على ثلاثة، أربعة كذلك نحصل على أربعة، ونعيد زراعتها. إذن هذا هو النوع الثالث. وأذكر، أنا أجود نوع، أحسن نوع لاستخلاص الشتلات هو طريقة المدادات، هذه التي شرحتها. إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، أرجو أن تكونوا قد استفدتم يعني الطريقة المثلى والجيدة للإكثار من نبات الفراولة، وهي سهلة وفي متناول الجميع. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتناول موضوع جديد ومفيد كذلك. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.